مهم استئناف اللعب. كرة لعمر الموحلي، حاول بثلاثة نقاط عمر الموحلي وما ينجحش، يتبع الكرة وخطأ، خطأ اللي فايت حمودي. 40 ثانية، تشويق متواصل في قاعة سوسة. مهمة صحيح كما قال سي الحبيب، صعيبة شوية على النجم الساحلي. 63-71، مهما كان اسم المنتصر ان شاء الله ديما الروح الرياضيه هي الفايزه، واللي يربح نقول له مبروك، واللي يخسر نقول له حظ سعيد في قادم المباريات والتظاهرات، خاصه وانه الفريقين فريقين نجوم، فريقين فيهم ملاعبيه من المنتخب الوطني التونسي، تنتظرهم الافرو باسكيت وكاس افريقيا العام الجاي، وهذه اللي يحبوا تخرج به المباريات كيما هكا، تخرج كان بالروح الرياضيه. كره لنزار كنيوه، يعمل الخطا مروان كشريد. 33 ثانية و3 أجزاء بالمية، 8 نقاط لفايت النادي الإفريقي وخطأ. هل تكون البطولة الثانية للنادي الإفريقي؟ 10 سنوات بالضبط بعد البطولة المجنونة عام 2004 وتسديدة نعيم ضيف الله، اللي تقريبا مع هشام الزاهي الملاعبي الوحيد الحاضر منذ نهائي 2004، أم تكون الرابعة للنجم الساحلي؟ لا محالة، النتيجة الآن 8 نقاط لفايت النادي الافريقي، 9 نقاط الان بعد قبل 33 ثانيه و33 اجزاء بالمئة، 3 اجزاء بالمئة.